المقابله كنشوف ان شاء الله غتخرج انا تنقول النتيجه اللي عطيتها دابا تخرج تعادل، لان دابا المنتخب بالنسبه عندنا يلاه جات تعيين عندنا راه مدرب جديد، يلاه كنشوف حتى اللعابه والتموقع ديال اللعابه وحتى اللعابه دابا تيحاولوا يستنسوا بيناتهم. تنظن ان غيكون ماتش كانت النتيجه التعادل ما بين الفريقين، على وداش غيقدم المدرب الركراكي على تغييرات باش يجرب العناصر جديده اللي تنظن انها دون المستوى ديال العناصر اللي لعبات في الماتش الاول. المقابله الجايه ان شاء الله كنلعب غادي نلعبوا مع واحد المنتخب اللي مصنف على ما اعتقد 50 عالميا. كنظن انه المنتخب بهذه المقومات وبهذا التكتيك اللي داروا السيد الركراكي وبهذا لي كومبيتون اللي عندنا بطبيعه الحال لا حكيمي ولا الزياج ولا بوفال ولا مجموعه ديال اللاعبين، كنظن انه غادي يقدروا يغلبوا، وكذلك ما خاصش يركب الغرور لان كيبقاو هذو غير مباريات وديه. يعني المقابله ديال غدا ان شاء الله ديال ضد الباراغواي يعني مقابله واخا وديه راه صعيبه، فريق يعني اللي عنده يعني صعيب، ونتمنوا يعني تخدم بواحد الخطه السي وليد يخدم شي خطه، هذوك الاخطاء اللي داروا في المقابله اللي فاتت يداركهم ويدير شي خطه زوينه ويجيب شي راس حربه اللي هداف الهدافين بعدنا. بحكم ان المنتخب الوطني انه يعني قدم واحد الاداء رائع امام الشيلي، وكنعرفوا بان يعني كره القدم في الشيلي تقريبا نفسها في الباراغواي، يعني منتخب باراغواي غيكون دار قراءه يعني جديد للمنتخب الوطني، يعني وغيدخل يعني خيد الحيطه والحذر من المنتخب الوطني، وغنشوفوا يعني غنشوفوا مقابله في مستوى ونشوفوا حتى يعني حتى المنتخب الوطني كيفاش غادي يتعامل مع المقابله والناخب الوطني كيفاش غيتعامل. كنظن مع المنتخب باراغواي غيكون الاداء غيكون حسن، وكاين واحد النقطه ديال المهاجم صريح ديال النصيري واخا مبغيناش نظلموه مسكين، ولكن زعما كنظن يشوفوا كما يعطي واحد الفرصه، الحمد لله يعطي واحد الفرصه واخا يعني حتى هو فيه شويه ديال هذا، ولكن يعطيوه واحد الفرصه ما فيها باس، نشوفوا على الله نجربوه واحد الماتش ولا جوج. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.